وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. وما أعطيتم من مال أو غيره كثير أو قليل، واجب أو مستحب، تتصدقون به ابتغاء مرضات الله، أو أوجبتم على أنفسكم شيئا من المال أو الطاعات أو غيرها، والتي تعرف باسم النذور. ولكن هل كل نذر مباح؟ هل كل وفاء بنذر علامة صلاح؟ لا، لا بد للنذر أن يكون خالصا لوجه الله وحده، ولا بد للنذر أن يكون في طاعة وليس في معصية، كما نظرت البتول الطاهرة السيدة مريم وقالت: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهناك نذر البخيل، نذر مشروط وهو نذر مذموم، فيقول مثلا: يا رب لئن شفيت مريضي تصدقت، أو يقول: لئن نجح ابني في الامتحان ذبحت. هذا هو النذر المذموم، والذي نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وكأنك تساوم وتقول: افعل يا رب كي أفعل، وهذا النذر لا يغير القدر ولا يأتي بخير. وهناك النذر المحرم، إن كان يقصد به غير وجه الله، كمن ينذر لولي أو ينذر لقبر، وهو شرك أكبر لا بد فيه من عدم الوفاء، ولا بد فيه من التوبة من الشرك. وهناك أيضا نذر بالمعصية، كمن ينذر أن يشرب الخمر، أو أن يسرق، أو ألا يصل رحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولا بد للنذر أن يكون منطوقا، ولا يكفي للنذر النية فقط. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ولا بد من مراعاة الترتيب في كفارة اليمين، فكل نفقة وكل نذر فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه منه شيء، يعلم النية هل هي خالصة لوجه الله أم لغيره، ويعلم ما أنفقتم هل هو من الطيب أم من الرديء، ويعلم هل ما أنفقتم من حلال أم من حرام، وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ومن منع حق الله فهو ظالم، والظالمون ليس لهم أنصار يمنعونهم من عذاب الله يوم القيامة. والظالم هو كل من وضع شيئا في غير موضعه وترك ما أمره الله به. وهل هناك ظلم أعظم من الشرك بالله في النفقة والنذر؟ هل هناك ظلم أعظم من أن تذهب لقبر ولي أو نبي وتفعل ذلك؟ أمدنا يا سيدي، أمدنا يا سيدي، يا سيدنا عبد القادر جيلاني، يا سيدنا محمد بهاء الدين نقشبندي.
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ